للأماكن والمدن عند البعض منا نكهة خاصة، مهر الحارس الذي لم يبرح مكانه منذ 60 عاما في مدينة الوركاء، عمل فيها حارسا ومنقبا ودليلا سياحيا منذ عام 1955. لماذا لم يترك مكانه ومدينته حتى هذه اللحظة؟ صفحة لعراق جديد في الفيسبوك رافقته في إحدى رحلاته اليومية إلى هذه المدينة وكشفت لنا التفاصيل. انطلق الحرف الأول للكتابة إلى كل بقاع الأرض. الوركاء مدينة سومرية يرجع تاريخها 5000 قبل الميلاد. سكنوها السومريين، السلوقيين، الفرسيين، الساسانيين، وتحتها حضارة، أول حضارة من كان الإنسان، أكواخة وصرايف. الوركاء بها المعابد، معبد أريقال، المعبد السلوقي، ومعبد بيت ريش. مقر القلقامش الرئيسي بعد هذا، شوف هذا جاي من الزقورة يمكن 50 متر، هذا منه وغاد، هاي بعد كله بيوت شي فوق شي.